أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، من القائل؟ إنهم كفار قريش المشركون في مكة والصورة مكية. ماذا قالوا؟ قالوا ما أخبر تعالى به عنهم، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، كآية موسى أو كآية عيسى أو صالح، لما ما يأتينا بآية تدل على أنه رسول الله، معجزة من المعجزات. قال تعالى فرد على هذه النظرية الباطلة: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ الصحف الأولى التوراة والإنجيل والزبور، ما جاءتهم بينات تلك الصحف في القرآن الكريم؟ ما عرض تعالى قصة صالح مع ثمود، قصة عهود مع عاد، قصة مدين مع شعيب، وهكذا جاءهم وعرفوا، ولكن أبوا أن يؤمنوا إصرارا على الكفر والعناد والشرك. ثم قال تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله كما أهلكنا عاد وثمود والمؤتفكات ومدين، لو فعلنا من قبله أي من قبل نبوة رسولنا وإرساله إليهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءهم رسول، لقالوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل في العذاب ونخزى. لو أن الله عز وجل ما أرسل إليهم رسوله وأهلكهم، لقالوا يوم القيامة ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من قبل أن نذل ونخزى في جهنم. ولكن الله قطع الحج عليهم وإن لا أرسل رسوله. وهنا اسمع حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أحد الأصحاب الكرام ويحتج به على الله يوم القيامة ثلاثة: الهالك في الفترة، كالعرب لو ماتوا وهلكوا قبل أن يبعث الله فيهم رسوله، والمغلوب عن عقله فاقد العقل، والصبي الصغير. فهؤلاء ثلاثة أصناف: أهل الفترة، فاقد العقول، الأطفال الصغار من أولاد المشركين، ثلاثة هؤلاء. فيقول المغلوب على عقله الذي لا عقل، لما لم تجعل لي عقلا أنتفع به؟
في عرصات القيامة هذا، ويقول الهالك في الفترة لما يأتيني رسول، لما يأتيني رسول أو لم يأتيني رسول ولا نبي، ولو أتاني لك رسول أو نبي لكنت أطوع خلقك إليك. وقرأ صلى الله عليه وسلم لولا أرسلت إلينا رسولا الآية. ويقول الصبي الصغير كنت صغيرا لا أعقل. قال فترفع لهم نار، فترفع لهم في عرصات القيامة في الساحة نار أمامهم، ويقال لهم ردوها ادخلوها. قال فيردها من كان في علم الله أنه سعيد، من كان في علم الله أنه لو تم عقله أو جاءه رسول أو بلغ السن التكليف لكان يجيب دعوة الله ويؤمن ويسلم ويعمل الصالحات، فهذا يريد أن يدخل النار ثم يصرف عنها. ويتلكأ عنها من كان في علم الله أنه شقي، فيقول إياي عصيتم فكيف برسلي لو أتتكم. أهو ابن جرير في تفسيره. نعود إلى الآية الكريمة، قوله تعالى عنهم وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أي معجزة خارقة العادة ليؤمنوا. ذكرهم تعالى بما في كتابه العزيز، مع أن القرآن والله لأعظم آية من الناقة ألف مرة، ولا من عصا موسى ولا من إحياء عيسى للموتى. القرآن أعظم آية ما بعده آية، أمي لا يقرأ ولا يكتب يعيش 40 سنة ثم يتكلم بعلوم الأولين والآخرين في الملكوت الأعلى والأرض، أي معجزة أكثر من هذه؟ فقال تعالى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، فإن جاءتهم في القرآن الكريم. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي قبل رسولنا ويسالنا إليهم إياه، لقالوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، هل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل في عذاب جهنم ونخزى. هنا أورد ابن جرير الطبري حديث أبي سعيد الخدري، هذا في عرصات القيامة. الناس ثلاثة أصناف، أولا من لا عقل له مجانين، ثانيا من عاشوا في فترة ما فيها نبوة ولا رسالة، ثالثا أطفال الصغار أولاد المشركين من الرضيع إلى قبل البلوغ. هؤلاء يحتجون على الله يوم القيامة، فاقد العقل يقول لو أعطيتني عقل لفعلت وفعلت، الذي مات في وقت ما في نبوة يقول لو سألت إلي رسولا وجاءني كتابك لأطعتك وكذا وكذا، الصبي يقول لو بلغت وعرفت لكنت أؤمن واتبع الرسول وأطيع. فيظهر تعالهم نارا تلوح في الأفق أمامهم ويقال ادخلوها. فمن كان مستعدا للإيمان والإسلام والعمل الصالح من أهل الفترة يقول بسم الله طاعة لله، يمشي إلى النار ويخالف به إلى الجنة. ذو العقول المفقودة الذين كانوا لو كانت لهم عقول كانوا يؤمنون ويسلمون ويعملون الصالحات يجيبون بسم الله طاعة لله فيخالف بهم إلى الجنة. الأطفال الصغار أولاد المشركين علم الله قبل أن يخلقهم مصيرهم، فمن كان منهم مستعدا ليعبد الله ويطيعه يقول مرحبا بإذن الله ويخالف به إلى النار. ومن كتب الله شقاوته لعلمه أنه لو بعث إليهم رسولا ما آمنوا به كما مضى في الأمم، لو أعطاه عقلا ما كان إلا يسخى ويضحك به، لو بلغ الصبي سن الرشد ما كان ليؤمن كما تشاهدون أولاد اليهود والنصارى، هؤلاء يدخلون جهنم رغم أنوفهم.
هذه الآية الكريمة تدل على هذا. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله، أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لقالوا مات يوم القيامة لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من قبل أن نذل ونخزى في جهنم. والآن يقول تعالى: قل لهم يا رسولنا كل منا أنا وأنتم متربص فتربصوا. وهذا يتفق مع الآية الأولى، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، قل كل متربص فتربصوا، ما دمتم أبيتم الإيمان وكفرتم بالإسلام تربصوا. والجملة في الوسط معترضة، قل كل أنا وأنتم متربص، أي منتظر في المستقبل، فتربصوا فستعلمون يقينا من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى وما ضل. هذا يصلح في الدنيا، لما نصر الله إسلامه ودينه وعباده تجلت الحقيقة وظهر أن محمد كان على حق هو وأصحابه، وأن الكافرين كانوا على باطل. ثانيا يوم القيامة سوف يعلمون من أصحاب الصراط الطريق المستقيم يؤدي للسعادة، ومن اهتدى ممن ضل وبعد عن الطريق. معاشر المستمعين أو المستمعات، الليلة ليلة ماذا؟ المولد. فهيا بنا نتحدث عن المولد. غدا المولد صباح الاثنين، وافق يوم الاثنين أيضا، عجيبة أخرى. ماذا نفعل يرحمكم الله؟ غدا إن شاء الله المولد، ماذا نفعل؟ نصلي كصلاة العيد، نخرج إلى البر وإلى نصلي في المسجد جماعة؟ الجواب لا. ماذا نصنع؟ نعكف في المسجد؟ ماذا نفعل؟ إذن ما وجدنا، والله العظيم ما وجدنا ما نفعل يوم الاثنين غدا إلا ما كنا نفعله طوال السنة. واعلموا وأقسم بالله لقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعاش أولادهم وأحفادهم والأئمة الأربعة في قرنهم الثالث، ووالله ما عرفوا هذا المولد ولا فعلوا شيئا، لا ذبائح ولا أموال ولا بخور ولا صراخ ولا أغاني ولا شيء أبدا، والله العظيم. هذا لا ينكر أحد من أهل التاريخ. فالذي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحفادهم، وما عرفوا أئمة الإسلام أبو حنيفة الإمام الأعظم ومالك والشافعي تلميذه وأحمد تلميذ الشافعي، هؤلاء الأقطاب الأربعة ما عرفوا مولد ولا سمعوا به أبدا. أبعد هذا يبتدع المبتدع على الناس مولد ويأتونه ويصبحون يكفرون من لم يحتفل ويقول به، ويقولون يكره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر؟ أمر عظيم ما يطاق. بالإجماع أن المولد لم يحدث إلا في القرن، في آخر القرن الرابع، في الخامس، والقرون الذهبية ثلاثة، والتي قال فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما عرفوا مولدا. نعم المولد سنة، إذا ولد لك ولد يوم السابع تذبح شاتين إن كان ذكرا، أو شاء إن كان ولدا إن كان بنتا. عجزت يوم السابع يوم الرابع عشر، عجزت الرابع عشر يوم الواحد والعشرين، ثلاث أسابيع. ذي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنق الرسول عن أولاده، هذه العقيقة، هذه مشروعة. ماذا نقول في المولد؟ نكذب على الله وعلى رسوله. واعلموا أن العبادة التي تعبدنا الله بها سرها، الحكمة منها
تزكية النفس البشرية وتطهيرها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مرة ثانية، العبادة التي شرعها الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله، السر فيها والحكمة منها أنها تطهر النفس البشرية. هذه العبادة يستحيل أن يشرعها غير الله ورسوله وتزكي النفس وتطهرها، مستحيل. لو تخترع، لو تبتدع ألف عبادة تتظاهر أنها من عبادة الله، والله ما زكت النفس البشرية. والرسول وضع القواعد: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنوارج. والخلفاء الراشدون والله ما عرفوا مولد ولا قاموا ولا دعوا إليه ولا تحدثوا عنه. إذن ونحن كما تعلمون الصلاة فرضها الله، تعبد بها عباده لما؟ لتزكية نفوسهم، أليس كذلك؟ هذه الصلاة يراعى فيها أربع أمور: أولا أن يكون فرضها الله، ثانيا يراعى فيها كميتها، كم، كيفيتها، مكانها. لو صليت في مرحاض تصح صلاتك؟ في من يقول صلاتك صحيحة؟ ما معنى غير صحيحة؟ ما تزكي نفسك، ما تطهرها. لو صليت صلاة نقصت منها سجدة فقط أو ركعة فقط، يقول الفقيه صلاتك باطلة باطلة باطلة. ما معنى باطلة؟ ما تزكي نفسك، ما تطهر روحك، فسدت. صام من الفجر إلى العصر ثم أخذ حبة حلوة وابتلعها، يقول إيش فيه؟ هل يقول فقيه صيامك صحيح؟ صيامه صحيح يزكي نفسه؟ والله ما كان عليه أن يقضيه إذا أراد تزكية نفسه. فالعبادة أولا من يشرعها؟ الخالق، وإلا لا؟ الذي خلق الأبدان والأرواح وخلق للأبدان مواد الغذاء والتطهير والتزكية، وخلق للأرواح وأوجد لها مواد التزكية والإصلاح. والرسول يبين يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث وحده والله لا في الصحيح، لو عاقله مؤمن وعرفه ما قبل بدعة أبدا. من عمل عملا ليس فيه أمرنا، ما أمرنا به، فهو رد، أي مردود على صاحبه. فدعهم يبيتون يرقصون ويغنون ويأكلون الحلويات واللحوم كذا، والله لا أجر ولا مثوب أبدا. رده الرسول عليهم. ثم ما نستحي، ما نخجل أن نقلد النصارى في هذا العيد. نحن مع رسولنا في كل ساعة وكل يوم، كيف نعمل ذكرى للرسول يوم المولد في العام مرة، ونحن نسمع في كل أذان: أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قمنا للصلاة أشهد أن محمد رسول الله، وإذا صلينا ركعتين وجلسنا بين يدي رب العالمين نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجها لوجه تبلغه. هذا نعمل له ذكرى سنوية كالنصارى المشركين التائهين الضالين، ذكرى سنوية. ما هو عيب هذا؟ ما هو حرام هذا؟ سخرية أم استهزاء بالإسلام؟
الرسول الذي نحن ما نفارق أبدا، نصلي ونسلم عليه في اليوم على الأقل 300 مرة، نعمل ذكرى له حتى نذكره. ذي بدعة النصارى لما هبطت الأمة وأسقطوها من علياء كرامتها اليهود والنصارى والمجوس، لما عميت وظلت أوجدت هذه البدعة كبدعة النصارى، احتفال بالمولد النبوي في العام مرة، وإلى الآن يحتفلون. حكومات يا حكومات تحتفلون بما بالمولد، وأنتم ذبحتم رسول الله وألهيتم الناس عنه وتركتم سنته وأبعدتم الأمة عن شرعه واستبدلتم القوانين الباطلة الفاجرة وتقولون ذكر المولد، سخرية واستهزاء. هذا يا ويلهم يوم يلقون ربهم، ساعة الموت فقط في قبري. أين المولد؟ هيا ماذا نصنع؟ ما عندنا شيء عن المولد أبدا، نكذب على الله ورسوله، نبتدع الحفلة. ومن هذا يجلسون ويقولون جاء الرسول، جاءت روح الرسول، فيكونوا جالسين فيقفون صفوف. لما تكذبون على رسول الله؟ من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. لما هذا التضليل؟ الرسول روحه تجيهم، يعني تترك الملكوت لعل الجنة وتاتي روح لجماعة البدعة؟ أيعقل هذا الكلام ويقبل؟ كيف يتم هذا؟ وقضية الأكل والشرب طول العام، كلوا واشربوا وزغردوا من منعكم، لكن لا شعار العبادة، العبادة مقننة من قبل رب الخالق. أباح لكم الشرع أن تأكلوا ما شئتم وتطبخوا في كل يوم، أما أن تحدثوا حدثا ما سبقكم إليه رسول الله ولا أصحاب ولا أولادهم ولا أحفادهم ولا أهل القرون المفضلة وتقولون عبادة. وأبشع ما تسمعون أنك إذا لم تقل بالمولد يقولون هذا يكره الرسول، والذي يكره الرسول يبقى مؤمنا؟ والله ما هو بمؤمن، والله ما هو بمؤمن، إذ حب الرسول من الإيمان. فالذي يقول يكره الرسول معناه قال كافر، ومن قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. ونحن فقط نقول المولد بدعة، والله لبدعة اخترعوها وابتدعوها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولادهم وأحفادهم وبعد أئمة الإسلام في القرن الرابع والخامس. ومن ثم ألف أحد المؤلفين كتابا ويقول المولد أخذ بمبدأ الإجماع. أين الإجماع؟ الإجماع إجماع الصحابة وأولادهم وأحفادهم، ما إجماع الأمة التي هبطت؟ وهل أجمعت الأمة على هذا؟ ما من يوم إلا وفي من ينكر هذه البدعة ويردها على أصحابها. معاشر المستمعين، حتى لا تفهموا أننا ما نحتفي بالمولد لأننا لسنا بمسلمين أو لأننا نكره الرسول أو لأننا كذا وكذا، كما يقول الهابطون الساقطون الذين فقدوا عقولهم بسبب ظلمة نفوسهم. المولد نعم، إذا ولد لك ولد نعم، إذا كان طفلا ذكرا شاتين تذبح وتصدق وتوزع على أقاربك سنة رسول الله، إذا كان ذكر وأنت قادر شاتين اذبح وأطعم وأكل. وليمة العرس إذا تزوجت أو زوجت أولم ولو بشات، وادعو الناس إلى الطعام والشراب. نعم الصدقات، فقراء مساكين في حي من الأحياء تحمل لهم الطعام والشراب هنيئا لك طول العام. وهكذا أما مولد كما تسمعون وكما يقولون ويكتبون ليس من الإسلام في شيء،
بدعة وكل بدعة ضلالة، والعياذ بالله تعالى. والحمد الذي نجانا من هذا وسلمنا ونقانا، اللهم لك الحمد، حمدك خير ما كفيه.